المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في سهرة، وسهرة خاصة جدا أستضيف فيها فنان شديد الخصوصية والتميز. عندما أستمع إلى موسيقى أحس أنه صوفي يتبتل، وأحيانا أحس أنه إفريقي متمرد في رقصة كمبلة، وثالثة تحس بأنه معالج روحاني يطرد الأرواح الشريرة في جلسة روحانية. ليس مغنيا كلاسيكيا بالمعنى المعهود، وصوت القرى النائية البعيدة والرواء الشعبيين. من غير أي مقدمات طويلة، معي الفنان الذي ذهب إلى أستراليا وعاد حارا كإيقاعاته تماما، الموسيقار عاصم الطيب قرشي. مرحبا بك وحبابك عشرة ونورت ديارك. مرحبا بكم، والتحية واصلة لكل السودانيين داخل السودان وخارج السودان. أستاذ عاصم، من البداية كده حنبدأ بمنطقة يعني أنت عندك فيها ذكريات جميلة جدا وأفادتك في تجربتك وفي شهرتك وفي بحوثك العلمية، وأنا برضو عشت فيها زي سنتين ثلاثة كده من الطفولة الباكرة دون الخمس سنوات، النيل الأزرق، وكنت بشوف فيها رقصات العديد من القبائل الإفريقية، وبتذكر قبيلة البرون بالذات، وكان عندهم إيقاع كده بتاع جسد حار، والمنطقة ثرية بالآلات الموسيقية الوازة وغيرها. فدير أشوف عاصم الطيب الطفل الصغير الذي نشأ في تلك البيئة. شكرا جزيلا. أولا أحيي ناس النيل الأزرق كلهم وأقول لهم أنا ما زلت على العهد، النيل الأزرق جواي وبراي. النيل الأزرق صحيح أنا تربيت فيها وعشت فيها طفولتي الأولى، يعني أذكر وأنا عمري 4 سنوات كان أول خروج لي من الرسيرس اللي هو مزغة رأسي، ومشيت على باو مع خالنا أستاذ ميزوب الطيب، وبعد ذاك مشيت أيضا كان في رحلة صغيرة مشيت فيها القري. القري مسمى على القري، موجودة في الشمالية هناك، موجودة في قدام الجيلي تقريبا. أيوة، في قري هناك اتعملت وعملوها لعبد الله تقريبا، عملها ما أذكر الاسم بالضبط لكن عملوه لعبد الله هناك. فالمنطقة بالنسبة لي أنا هي عبارة عن سيمفونية، يعني الذاكرة بتسجل بالسمع والبصر وبكل الأفئدة، لكن أنا ذاكرتي السمعية كانت حساسة جدا جدا، فالتغطى أصوات مختلفة جدا جدا، حتى في أصوات ما شفت الآلات إلا بعد ما كبرت، بس كنت بسمعها بالليل. يعني بالليل في من شهر 11 لغاية شهر 1 اللي هو الدرت أو بعض الحصاد، كل القبائل اللي بتحتفل بالحصاد، فبالتالي كل قبيلة عندها آلاتها الخاصة. تقريبا في حوالي 40 قبيلة في النيل الأزرق، قبيلة خاصة كلها عندها لغاتها وعند من لهجاتها ولغاتها، سميها لغات باعتبارها إنها في النهاية، وبالتالي رقصاتها وآلات الموسيقى وثقافتها المتكاملة مع بعض. أنا بفتكر إنه السودان موعود، إذا قدرنا مشينا شوية نعتقنا من السياسة والمشاكل والحروب، إنه نوري ونعكس أجمل ما لدينا. والنيل الأزرق، ما بقول نيل الأزرق بس، النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور وكردفان، السودان كله والشرق بغادي والشمال حتى، يعني أطرافنا مليئة بثقافة قادرة إن تغسل كل الآلام والأوجاع الموجودة حاليا، وقادرة توحد الناس أكثر من السياسة اللي موجودة بين لا ونعم أو بين أسود وأبيض. نحن عندنا ألوان كثيرة جدا جدا. ممكن عاصم، انت تفضلت وقلت انه النيل الازرق فيه اكثر من 40 قبيله تقريبا، والسودان ده ما فيه نقاع عرقي، يعني ما فيه زول يقدر يقول انا من فلان، والكلام ده موجود في النيل الازرق وموجود حتى في تجربتك الشخصيه، يعني الوالد من الحلاوين والوالده من الفونج. يمكن ده برضو افادك في الايقاعات الحاره، يعني لقدام شويه في الحلقه ان شاء الله حنشوف انك انت بتعزف العود، يعني ما بالعود الكلاسيكي العربي الناعم لكن بالإيقاع الإفريقي الحار. فقدر شنو برضو التمازج العرقي والإسن اللي عندنا ده ممكن يكون فاتحة خير كبيرة جدا ثقافيا وموسيقيا. كلامك ده هو مؤكد حقيقي وتأكيد له دلوقتي أستراليا اللي عشت فيه وحتى أمريكا اللي بحاول دلوقتي يغيروا دماء الثقافة الموجودة عندهم. تهجيرهم ده هو لأنه أصلا ما في، في طبعا بعض الثوابت في أستراليا في الأبوريجينال كقبائل الأصلية في أمريكا في الهنود الحمر، لكن بالرغم من ذلك لما جوا يحاولوا يخلقوا دماء جديدة بتاعت ثقافة أو جينات جديدة استقطبوا الناس. في أستراليا حاليا الملتيكالتشراليزم أو التعدد الثقافي أصبح واحدة من مرتكزات التطور الاجتماعي اللي عندهم هناك، يعني أنا أقصد بثقافة جديدة مش بس موسيقى بس، أنواع الأكل اللي بيأكلوا الناس،
الليبيس، اضاف مظهر جديد في السودان بلا شك. دي ما ناس مهجرين، دي ناس اساسا اصلهم هنا، وبيكون ادائهم مربوط ببيئتهم. انا في رايي انه يكون خير ما يمكن ان يستثمروا المستثمر السوداني، خصوصا اصبحت السياحه، اتكلم عن السياحه يعني، انه دي مصادر بتاعت سياحه. والانسان اللي من برا هسه عليه ما داري يتفرج في تاريخه، داري يشوف الواقع، اللايف ستايل، الحياه اليوميه بتاعت السودان ذاتها عباره عن افلام. حتى لغاتهم يعني فيها. مثلا يمكن يكون في لغات، مثلا انا ما ادري اقول برضه لهجات، يمكن في يكون لغات انا ما اعرفها لكن عرفتها من خلال اغنياتك، مثلا رها البيلي قندره، يا دوشكا رها البيلي قندره، يعني حتى انا ما اعرفها يعني الترجمه المطابقه شنو، لكن بتحس انه الموسيقى دي ما محتاجه حتى لترجمان. صحيح صحيح، ممكن نسمع. فكره واصله، فكره واصله، نسمع. We'll be right back.
انا ساسكي راوي قلبي بجندرة يا دوشرة قلبي بجندرة يا دوشرة قلبي بجندرة راه قلبي بجندرة راه قلبي بجندرة قلبي بجندرة يا دوشرة قلبي بجندرة يا دوشرة قلبي بجندرة مرحبا بكم من جديد واستمعنا لرها البيل جندرة يا دوشكا رها البيل جندرة. ويعني الواحد بيصعب انه يقدر يعبر تعبير جيد، لكن انا ما قادر اعرف يا تو الانسان ويا تو الاله، لانك انسنت اله الكمان، فبقيت ما اعرف هل الاله انسان ولا انت اله. عموما نحن برضو نجي لحكايه الكمان دي لانها عندها قصه جميله جدا. كنت ماسك ابوك من اصبعه الكبير وماشي وراه، وشفت عبد الله عبد الفتاح عازف الكمنجة الشهير في ذلك الوقت والرجل شديد الأناقة والهندام، قلت له يابا أنا داير لي آلة زي دي، رد قال لك شنو؟ والله طبعا القصة دي
صح كتبها قبل كده كان الاستاذ عفيف، ربنا يطول بالخير، عفيف اسماعيل، واحد من الفنانين جد من الاصل. صحيح انا كنت حقيقه عمري زي 11 سنه، صحيح كنت ماشي كنت في الحصحيصه وكان معي ابوي الله يرحمه، فكلام ده في شارع 21 اكتوبر حتى الان اذكره، شفته شايل قلت له يا بل انا عايز حاجه زي دي، قبل كده شفتها طبعا. فقام قال لي انت عايز تبقى غناي ولا شنو؟ فما مشينا اكثر من كده، لكن لفت السنين ودارت ولقيت نفسي خشيت محل الموسيقى حتى من غير علمه، من غير علم ابوي ولا حتى امي، انا كنت بقرا تجاره وبقرا مزيكا. احنا قبل ما نمشي للمحد ما في مراحل كده مهمه ما لازم نتجاوزها؟ يعني عاصم انا اول ما شفت قلت لك اللي حصل بيك شنو، يعني اللي حصل عليك شنو، خلاص سلكت الطريق بتاع التصوف كاملا، يعني حتى بدا يظهر علي ازيائك الجلابيه الظريفه الجايينه بها دي كلها، والسبحه اللي كنت لابسها قبل التسجيل كلها دلالات على التصوف، وبرضك نشأت في بيئة كلها متصوفة السمانية الطيبية تقريبا، وماخذ برضك الطريق من الشيخ صايم ديمة، فأثر التصوف برضو في غناك وفي ألحانك. شوفي الموسيقى والتصوف والروحانية بتلاقوا في التجريد، بتلاقوا في التجريد، بتلاقوا في الشفافية، وبتلاقوا في حالة الصفاء. الحالة اللي بيعيشها الإنسان الصافي لما يكون في حالة يعني موسقة عالية جدا، إذا ارتبط إلهامه بتقوى وبروحانية عنده بالضرورة أنه بيصعد به إلى أعلى وبيرتقي به إلى حتة أعلى. الفن هو إلهام، والنفس الملهمة إما تلهم فجور أو تقوى. فالفنان أو المبدع إما استمد طاقته الروحية دي من قوة سفلية ومن جو عربدة ونزل لتحت، أو ربط حياته كلها بذكر الله وارتقى بها إلى أعلى. الله بذكر الله تطمئن القلوب. أنا حسيت بأن الصوفية هي ذاتها هي عبارة عن جزء من إعداد الفنان المبدع، إنك تتصوف، إنك تبحث عن ذاتك، إنك تخرج من ذاتك، إنك تحس الآخر، تحب الآخر، ترى الجمال، تولع كل كشافات حقات الجمال، دي كلها صوفية كسر النفس. يعني الفنان بيقول لك أنا فنان هو أناني، ما فنان، بيقول لك فنان هو مغرور، هو واقف حبيس ذاته وقاعد مسجون جوا وما حيصل للناس. فالصوفية والفن أبدا ما يتفصلن، كلين بيعبر عن الجمال. الصوفي بيبحث عن المشهد الكوني كله أو عن الحقيقة الكونية من مشهد جمالي، والفنان أيضا بيبحث عن الجمال في داخل أدواته الموجودة عنده أو في داخل ذاته. عاصم لأنك نشأت في بيئة بتاع التصوف وبتحت الطريقة السمانية الطيبية، يعني ونحن بنسجل المدحة حقتك السراي كانت عبارة عن جلسة بتاع الذكر، وحتى ناس كثيرين في الاستوديو ده اكتشفنا انهم ناس غرقانين، يعني تأثروا جدا، وانت نفسك بكيت في حكاية برضو عظمة الإسلام. يعني الإسلام فعلا صالح لكل زمان ومكان. لما جاءوا لقانا شعوب إفريقية عندها احتفاء عالي بالجسد، عندها موسيقى حارة جدا، عندها جلسات بتاعة رقص، يعني غزانة من ذات النقطة، بدل جلسات الرقص بقت جلسات الذكر. فدي برضو ممكن تكون يعني فلسفة بتاعت مزاوجة ثقافية عميقة. متفق معك، وأقول لك حتى أضيف لك إضافة، إنه حتى الرسالات جات يعني السماوية ما جات حاولت طوالي تعمل إحلال وإبدال وقتي، حصلت مزاوجات وحصل يعني تدرج في الإحلال والإبدال. يعني حتى تحريم الخمر ما نزل من أول لحظة على مستوى 3 مراحل. فكذلك الصوفية لما جو هنا بيشوف بحث عن المداخل اللي ممكن، ودي دي الحكمة، دي اللي هو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بتبحث إنك المدخل شنو أنا أخش بهذه الطريقة. فكانت الموسيقى وده الجو الموجود في أفريقيا في الزمن ذاك، وهي جزء من الاحتفالية، الموسيقى بالذات يعني هي جزء من أدوات التعبير الموجودة في كل المراسم عندنا في السودان، بدءا من الفرح إلى آخر الأكراه. يعني حتى البكا عندنا كانوا بيغنوا ليه والليلة أنت والليلة قبال المناحة، يعني لما تقول لك الليلة جبت والليلة بيكون في شكل إغاعي في آخر لحظات، الزول بيموت برضو بيغنوا له. حتى القرآن وكل الرسالات السماوية هي نزلت مرتلة، نزلت مغناة، معناها نزلت من عالم كله تناغم. معناها جبريل الأمين الوحي عليه السلام لما نزل بالرسالات دي وصلها كما سمعها. فبالتالي الموسيقى
هي كانت مدخل مناسب جدا لصوفيا بدفوفها وبإيقاعاتها وكذا، بغض النظر عن ما يقال عنها في حرمتها أو غير حرمتها. ده هنشوفه شوية في الحلقة، لأنه رسالة الدكتوراه حقتك في النقطة دي بالذات. إلي أبو ماضي بقول لك أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله، والموسيقى واحدة من أوسع أبواب الحب. نحن هنشوف كيف فتحت باب مشرع جدا للحب عن طريق الموسيقى ومدحك السراي من الطار، أو حتى في الموسيقى الحديثة الأماديح الحديثة بيقوا عملها بالأورجل، لا أنت بالعود وإيقاعات إفريقية حارة جدا وجلسة ذكر. ونعود من جديد. أول بداي بل أنزل القرآن آي ألمتين يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي أرجو الهداي خر أعداي أسير بسير ناس أباي ألمتين يا مولاي أسراي أسراي أجاف النوم وعقد الراي ألمتين يا مولاي We'll be right back.
مرحبا بكم من جديد. وشفنا جلسة الذكرى العامة للاستوديو كله. عاصم يعني اتكلمنا عن التصوف، لكن انت تهجتني بحاجة، يعني حتى الموسيقيين الأضافوا للعود من أبرع عازفي العود مثلا زي أستاذ نصير شما، بالضرورة انه يكون عندك الريشة وانت بتعزف. فحكاية انك انت بتعزف العود بأصابعينك كأنه جيتار أو بيس جيتار، وحكاية انك حولته برضو من آلة كلاسيكية ناعمة كده لآلة إفريقية حارة جدا. أنا عندي زمان فهم إنه الأصبع ده ما بيعزف فقط، بل بينقل كل التفاصيل المايكرو أو الدقيقة جدا والانفعالات الدقيقة جدا. ولما تكون أنت مباشر مع الحاجة زي الأكل باليد. عاصم معلش لو سمحت لي بمداخلة، ده الأصبع اللي بنستخدمه في التسبيح سبحان أيوة الله، هذا الأصبع اللي بنحركه في التسبيح أيوة في علاقتنا حتى مع الله. صحيح، هو السبابة من أقوى الأصابع يعني. فالتعامل مع الأصبع مباشرة مع الوتر، أنا في الرأي إنه بيخلي النغمة ما بتكون مجرد موجة صوتية فارغة المحتوى، بل موجة مشبعة بكل الأحاسيس الداخلية، فنقلتها بتكون أسهل. يعني زي الفريق بنزول يأكل بملعقة ويأكل بيده، عندنا كسودانيين بالذات البركة بتكون أكثر حميمية، أكثر حميمية، والبركة بتكون أكثر بلغة تانية. فده من ناحية. الشيء الثاني، أنا ما درست آلة موسيقية بشكل مباشر من ذول، يعني كمان جبدتها براي، وحتى لما عزفتها بإحساسي براي وطريقتين مختلفة، اللي هي لا هي الكلاسيكية ولا هي فولك ولا هي سميها كنتري، حاولت أخلق شكلي. ومن زمان كنت بحاول أبحث عن إنه أحقق ذاتي، يعني ما أقوم أتغمص شخصية، كنت حقوم أخش في شخصية تانية وأروح مني شخصيتي أنا. فبالتالي العود حاولت أوظفه بمفهوم الجيتار للهارموني لأشياء كثير، للإحساسي بالإيقاع، إنه مفروض العود عندنا أو إيه اللي عندنا، أنا أقوم أسودنا أو أقوم على الأقل بدل ما الإحساس الإفريقي أوصلها بإحساسي الخاص السوداني، سميه السوداني، السوداني اللي هو مزج ما فيه والملحني وفيه والأفريقي وفيه والعربي، كل الحياة مع بعض تمشي، وما في قانون يعني في للإبداع. الإبداع يعني فكرة، أفكار حرة، دائرة مساحة من الحرية ومساحة من الوعي ومساحة من الصفاء الداخلي عشان الظلم. بالتالي العود جاب شكل مختلف، وبعدين ليش بتخليني اطير؟ انا ما ادري اطير، ترى كلها سلاكي دار انزل في الوضع. ففعلا سبحان الله، يعني الريشه ما هي يعني حاجه بتفصل بينك وبين العود لو جينا فلسفه يعني. والاصبع مباشره ينقل الاحساس. طيب يا عاصم، هن السودانيين ديل لاي زون ناجح بيقول لك يعني ماخذ مثلا النجاح من ابوه، بيقول لك جن الويز عوام. برضو والدك كان استاذ للغه العربيه وكان يعني متفقه جدا، ولا ما بعرف، المهم لسانه متفقه في الدين وكمان عالم بلسان الخواجات، يعني اللغة الإنجليزية الكلاسيكية، وفي ألعاب القوى وعازف بتاع مندلين. برضو لو نتكلم شوية عن شخصية الوالد وأثر عليه. أولا أنا سعيد جدا بأنه أكون ابن الطيب قرشي، اللهم ارحمه آمين وتقبلوا وارفعوا إلى أعلى الدرجات. إذا علمت منه قد يكون الجينات وصلتني منه، لكن ما لقيته أنا يعني في وقت في طفولة مبكرة، لقيته أنا عمري 10-11 سنوات. يمكن يكون في، أنا عشت مع خيلاني في النيل الأزرق، وهو كان موجود في منطقة الجزيرة والحلاوين. انتماؤه لبيوت كبيرة زي بيت الشيخ القرش الدزين، باعتبار أن أمه نعيبة الشيخ الطيب القرش الدزين، وبغادي ابراهيم عالم او الشيخ ابراهيم عالم الطيب قرش ابراهيم عالم، يمكن باقي يعني الخلفيه دي خلته انه يكون مختلف جدا، يعني متميز جدا جدا من الناس اللي طلعت من الجزيره. يعني على مستوى التعليم، انا لقيته درس في نفس المدارس اللي انا درست فيها، مش درست في قيسان، لقيته كان درس قبل ما انا اجي قيسان، يعني قبل لي 5 سنوات. لقيت اثاره دائما، بلقى اساتذه بيكونوا درسهم ابوي او ناس درسهم ابوي بيتكلموا عنه. ما شفته انا بيلعب قوه ولا شفته بيعزف مندلين، لكن سمعته وعرفته اخيرا جدا، وعملت لي سبورت عالي جدا، دعم عالي جدا في انه انا ماشي صح في التراك الصح. حتى كنت بكتب قصائد وقصص، لما اديه لي يقول لي
يعني بتقول لي اسمعوه بالليل ليه؟ مرات 2 صباحا اكون قاعد معاه في الايام الاخيره يعني، يعني قبل وفاته ب 15 10 سنوات، بيقوم يطلع لي قصيده كده بيقول لي يعني بتشبه كلامك ده؟ سبحان الله. ففي اشياء في تشابه في الحاجات الكثيره جدا، يبدو لي انه جينيا في اثر عالي جدا جدا انتقل لي منه، رغم انه كان دموغي في انه اخوي اقرب يزيكا لفهم هو شايفه، يمكن شايفه انها حتبوظني او حتقوم تخليني اخد تاني في اتجاه غير الصحيح، لكن اقتنع لما نسمع اول حلقه سجلتها انا في الاذاعه وانا في ثالثه ما كان عارفني في المعهد، حتى كنت بغني فيها الله الله، قال لي والله سمعتها شغلك ومناسبه الله دي الاغنيه غنيتها دي او المدحه دي دخلت جوه قلبي، هسه انا متذكر نفس يعني نفس الاحساس اللي دخلت قال لي جوه قلبي، ف معناها عبرت عنه او قمت يعني وصلت حته كان ممكن يكون بيتمني يصلها لو واصل في الموسيقى. أنا ما أعرف، لكن لو أطلب منك يعني ما يطلبه المذيعون، لو أطلب منك أغنية نهديها لروح الوالد، شايفة إنه بتتسق معاه سوداني أسمراني؟ وسوداني أسمراني أنا أهديها له وأهديها لكل السودانيين اليافعين اللي قاعدين خارج حدود السودان، وخصوصا أبنائي في أستراليا محمد امتنان وآن ونون، سودانيين صغار، هي سوداني أسمراني أو سوداني قديداني، سوداني طفل كبر، هدية اليوم، وأتمنى إنهم يشوفوا السودان حيصلح كيف أو نحن نجي نصلح السودان كيف. إن شاء الله سوداني أسمراني حتستمعوا ليه يعني بطريقة مدهشة، حتستخدم البيانو تقريبا، حيشتغل في البيانو إن شاء الله، حيشتغل في البيانو، وشفناه في الأغنية الأولى عزف الكمانجا أو الفايولين، في الأغنية الثانية شفناه بالعود أو في المدحة، المرة دي حنشوفه مع البيانو وسوداني أسمراني. يمكن دي بس الجملة باللغة العربية، الباقي من اللغات المحلية لبعض قبائل النيل الأزرق نتابع. Thank you.
عشان جماله هيبة جلاله، عشان جماله هيبة جلاله، عشان جماله هيبة جلاله، عشان جماله هيبة جلاله، وفريد خصاله بريد وصاله، عشان جماله هيبة جلاله، وفريد خصاله بريد وصاله. اسمراني يا السوداني اسمراني، يا السوداني اسمراني، سوداني اسمراني، يا السوداني اسمراني بحنان واحتوال، سوداني اسمراني عايز اشوف تاني، سوداني سوداني يا سوداني سوداني. مرحبا بكم من جديد، والأغنية دي لروح الوالد الطيب قرشي، وزي ما قال الأستاذ عاصم لكل السودانيين المهاجرين وحتى المقيمين والصابرين على الجمر والممسكين به. أستاذ عاصم، يعني عندك كده زي الكشكول المتحرك من المواهب، أثناء ما بتونسنا شوية في الحلقة قلت لنا إنك كنت بتوري والدك القصص اللي بتكتبها والقصائد اللي بتكتبها، وسمحت ونحن بنبحث لهذه الحلقة إنه عندك رواية، وكمان الغريبة إنها رواية شفاهية أو سمعية، يعني حتى ما كتبتها لا والله كتبتها في شريط كاسيت. خلصتها الحمد لله. صحيح فعلا كانت في شريط كاسيت؟ صح. سجلتها في شريط كاسيت قبل في حكاية تداخل المواهب ده 15 سنة. زمان أنا بدرس في تأليف، درستي مستر أوشان ودرستي سيد الموصل أيضا. المنهج كان غريب جدا عند الاثنين، يعني أنا مذكر إنه فيه كان منهج فكرة إنك تخلق بالموسيقى نص موازي لفكرة ممكن تكون مكتوبة. فكنت يعني أول عمل أنا عملته ككمبوزيشن كتأليف موسيقي بشكله العلمي ده كان اسمه قصة قصيرة وشورت ستوري. الموسيقى ذاتها بتحكي، بتحس بأنه بتحكي جملة وبتحكي تاني وتوصف لغاية ما تنتهي يعني. فبعد ذلك قررت أنه أنا قاعد أكتب، كنت بحاول أكتب شعر، حسيت بأنه الشعر بيغيدني أكتر لأنه قيوده كثيرة جدا جدا، وأنا بحب الحرية، عروض وموسيقى أشياء كثيرة جدا، يعني لازمني بأشياء معينة يكتب شعر حر. فحسب أنه حتى أفكاري تسلسلها في المنطق بتاع ما تسلسل بتاع شعر، تسلسل بتاع أحداث ووقائع درامية، حاولت أنقلها إلى قصة قصيرة. فكتبت القصة تقريبا أول قصص كتبتها سنة في 85 86
جمعت هذه القصص. شفت في النهاية القصص دي سجلني في الرواية كلما ضعت هي عبارة عن رؤية كاملة، وهي الرؤية ذاتها مربوطة بالسودان بالواقع السودان ده حاليا. حتى يعني حاولت أقرأ يعني أعالج بها مشاكل كثير جدا أنا شايفها أنا قدامي في السودان. إنها هي ما مجرد قصة أنا حاولت أكتبها عشان أميوز ماي سيلف ولا عشان أقوم أنا أتسلى بها، لا، هي عبارة عن رسالة ومخطوب مكتوبة أو موضوعة في قالب إبداعي، في خطاب إبداعي، لكن رسالة فيها سياسة، فيها دين، فيها فلسفة، فيها علم، فيها التسلية برضو، يعني فيها جزء من الكوميديا. حاسس أنت امتحنت أدبي لكن برضو كان عندك اهتمام ببعض العلوم من ضمنها الفيزياء. صحيح صحيح، الفيزياء بالنسبة لي هي كانت الجزء الآخر من الفلسفة. أنا في رأيي كنت بفتكر أنه علم الطبيعة، فيزياء أيوة علم الطبيعة وفلسفة الطبيعة مفروض يكون مع بعض، يعني فدراستي للفيزياء بتقوي معرفتي بالفلسفة. كنت حريص جدا إنه يكون عندي منهج فلسفي أو عندي قالب فلسفي بقدر أخذ به وأي شيء أرتب عليه وأي فكرة أدوني لها أقوم أخذها في هذا النموذج الفلسفي تضح لي معالمها. فحتى بتذكر في مرحلة المراحل عندي نموذج بتاع تفكير، في واحد من أصحابي البنيوين أو سماه قال لي ده منهج زر تفكيكي، بنظر للكون كله من ناحية فلسفية كأنه شكل الذرة، الذرة بمفهومها الفيزيائي. وخلتني أمشي أبحث في الأتوميك النيوكلير، بعد ذلك عملت دراسة عن باراسايكولوجيا الموسيقى، خلتني أبحث بعد ذلك في الموسيقى، الموسيقى كمجرد صوت، كمجرد موجة صوتية بغض النظر عن السياق الاجتماعي بتاعها أو مفاهيمها الفنية. لقيت نفسي لازم أتعامل مع الموسيقى بأفق كبير جدا، لغاية آخر حاجة في دراساتي العليا يعني المناهج اللي أسست منهج اسمه يعني منهج خاص بالاستماع اسمه إسلامي ساوند آرتس. فالمنهج ده ما يسمى هسه حاليا صار يسمى هسه بالإنتر ديسيبلينري ميثود أو إنتر ديسيبلينري أبروتش، إنك تنظر لأي معرفة بحيث إنك تشوف علاقتها مع بعض العلوم كلها. ومربوطة برضو بفكرة قديمة قالها أستاذ اسمه عاصم النوحي، وفينا العلوم بينات التشبيك، يعني إنه العالم في مجاله هو الذي يعلم كل شيء عن شيء وشيء عن كل شيء. فحاولت أقوم الكلام ده وظفه في الموسيقى، وإن شاء الله لسه المشوار طويل جدا، أنا دوب بديت. طبعا يا عاصم في فرق كبير بين المثقف والفنان. المثقف لو قلت لي تكلم لي عن نملة بشيل لك كده ويتكلم لك عنها بتحس بها إنها فيل، بينما الفنان الفيل ده ببسطه لك بتشوفه حاجة بسيطة جدا وقريبة من النفس. نحن دارين نوري الناس الشخصية المختلفة لعاصم الطيب الفيها الصوفي الذي يتسامى بنفسه إلى العلا، وفيها الإفريقي صاحب الاحتفاء بالجسد والإيقاعات الحارة، وفي ذات الوقت الشخص المثقف أشوفنا ثقافته حسة وفلسفة الطبيعة وما إلى ذلك، والشخص الفنان البسيط جدا. نحن رأيك شنو نمشي لقبائل القمز وفي أغنية اسمها تاتوا إذا نطقتها صح؟ هي الأغنية هي يوا يا يوا يا يوا دي حبوبة تقريبا. بعدين قبيلة القمز هي قبيلة مشتركة مع الحبشة، جنوب القضارف، جنوب النيل الأزرق، منطقة الشانيشة، جنبنا في الرصيرس موجودين بكمية كبيرة جدا. لكن الأغنية من ستايل اسمه الإندينا، أغنية بسيطة جدا وحنسمعها، حتشوف فيها فكرة بسيطة جدا، بسيطة جدا لكن موسيقى حارة جدا، وإيقاع غريب شوية، إيقاع شكله غريب، حتى الموسيقيين اسمه 10 على 8 يعني حساباته 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 إيقاع زي الأعرج كده. لكن إفريقي حار، نحن نتابع مع بعض ومنسمى نتواصل.
بكم من جديد واستمعنا للأغنية دي من تراث الجموز وهي واحدة من القبائل الموجودة في النيل الأزرق. وبنرحب بك من جديد يا أستاذ عاصي. متخيل لي حتكون تعبت بعد الأداء المدهش ده؟ في تعب حبة لكن نحن جاهزين نقدم أرواحنا كاملة. وبجد موسيقاك فيها حاجة كده أشبه بالمعراج الروحي حقيقي. يعني نحن لو دارين نتحدث عن محور برضو أعتقد أنه يعني مهم اللي هو محور ببساطة شديدة يعني في حاجات أشبه بالاحتياجات الإنسانية زي حاجاتنا للأكل، حاجاتنا للشرب، حاجاتنا لكل الممارسات الإنسانية. الموسيقى دي أنا أحيانا بحسبها برضه حاجة يعني ممكن تكون حاجة بنعبر بها عن آلامنا. واحد من شعراء البطانة ديل ببساطة شديدة قال يعني مثلا ريدن جابلو دور زل وهموم وإهانة بغسلوا بشنو كده ما بعرف بغسلوا بمرابيع الغنى التريانة. فهل الموسيقى دي دائما بتستصحب آلام حسب تجربتك الشخصية وحسب قراءاتك لفطاحلة الموسيقى ناس يعني بوب مارلي حتى مايكل جاكسون داليدا غيره؟ هل دائما كل التجارب الموسيقية نابعة من ألم ما؟ والله بالنسبة لحالتي أنا كخطك للمقارنة لا. يعني أنا في رأيي أنت كلامي قصد بيه لكأنما الموسيقى هي بلسم الإنسان بيبدأ يعالج به جراحه أو بيقوم يحاول يضيء به بعض المناطق المظلمة في حياته كده. أنا في رأيي كمان برضو ممكن تكون هي كشاف كبير جدا بيكشف للزول المستقبل. أنا الماضي مصالح معه تماما ومصالح مع اللحظة تماما لكن شغلي كله في استشراف المستقبل. يعني حتى مركبات يعني حتى ما احتاج من الموسيقى من حس للماضي لا يعدو ان يكون حنين لكن انا في جواي الشوق اكثر من الحنين. فقصة الالم دي ما عندي ممكن تكون الفرح. يعني على نقيض الالم بغادي انا بفتكر انه انا الموسيقى دي امشي بها لي فرح. على فكره لما اشوفك بتتوحد مع الاله وبتغني يعني حتى ما بتشوف ما بتعاين للمايك وين انا بحس بك بالشغل البصيره اكثر من البصر حتى المايك ما عارفه وين وبتعزف الاله كده بيروح. فعشان كده انا حسيت انه الموسيقى الجميله دي قد يكون في بعض الجراحه العميقه. والله ما في بالنسبه للتوحد مع الاله يعني هي نظريه
انك اذا عايز تمتلك الاله ما تخليكم ما تخلي الاله تكون عبء عليك. حاول خلي الاله كانها هي جزء منك، يعني كانها هي ايدك ما مفصوله منك. والشيء الثاني التوحد مع النغم بيخليك تقوم تطلع من العالم الخارجي وتنظر للعالم الداخلي جواك، خاصه في لحظه الاداء. وهي لحظه صادقه جدا جدا. انا بتذكر انه الاستاذ حضير بشير ده واحد من الاساتذه اللي انا بعتبرهم انه هو اساتذه الاداء الموسيقي السوداني. كان بيقول انا مرات بغني لما رقبتي تطقطق، ودي لحظه انا بتحرها. قال بتحرر هذه اللحظه، هي دي اللحظه الابداع الحقيقي، لحظه الانسان بيحاول يخرج بصمته. على فكرة يا عاصم والله يعني وانت بتسجل انا حسيت بك بعض من ملامح زلال خضر بشير، حسيت من غير ما تذكر اسمه. طيب نحن مباشرة ممكن نكون يعني متكاشفين كده ونتكلم بصراحة شديدة، يعني وانت بتغني انا ما حسيت بانه جنبي مطرب او فنان صوته مدهش، لا يعني حسيت بشخص صوته زي صوته بجد، يعني زي ما كان في المقدمة، زي صوت الراوي الشعبي، زي صوت الأم اللي بتهدج في ابنها، صوت تعبيري أكثر من تطريبي. صحيح صحيح، ممكن تكون دي واحدة من ملامح الأداء اللي أنا قاعد أديه، اللي هو قبل كلمت عن فكرة النص الموازي، إنك إن الموسيقى، وأنا بترجعني لكلام قاله نفري في الخطابات في مخاطبات المواقف، قال كل ما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. فالنغمة الواحدة في الموسيقى بتعني ما لا نهاية من المعاني، كل واحد بتلقاها حسب إحساسه هو. وإذا كان الفنان صادق فالرسالة الموسيقية أو الرسالة الفنية اللي بيأديها، كلامنا برضه قلت قبل كده، إذا كانت من لسانه فقط فهي بتطلع من الأذان اليمين للشمال، وإذا كانت من عقله بترسل تصل الرسالة إلى العقل الآخر، وإذا كانت من قلبه للقلب الثاني، وإذا كانت من روحه، ودي يعني أنا بقول الروح هي أدق ما يمكن أن يوصف من ملامح للطاقة الإنسان، بتطلع لحتة أبعد الروح، بتلقى نفسك إنك خطابك كامل وصل، يعني تصوراتك لو ما وصلت بالضبط بنفس تفاصيلك بتقوم تهبش تفاصيل مشابهة للمستمع بتاعك، تخليه انك اذا انت خشيت في العالم الروحاني ده خش معك. ف صح هي تعبيرية بحتة. عاصم في اي حوار معك اتخيلي ما لازم الناس تتجاوز محطة مهمة، محطة معهد الموسيقى، وزي ما بقول عادل امام 14 سنة خدمة في ثانوي. تجربة بقدر ما ان في لحظاتها كنا بنعتبرها مرة، لكن اكتشفت ان اجمل التجارب اللي انا عشتها. شكا دوري الناس اول حاجه 14 سنه خدمه في ثانوي شنو؟ والله 14 سنه دي انا خشينا 86 87 ولغايه ما قرروا الموسيقى حلال ولا حرام بعد كم 14 سنه حتى ما استلمنا شهادتنا احنا من معهد، يعني اقفلك افتحك اقفلك افتحك وبتاع، المهم شو وين في النهايه وصلوا لنتيجه واستلمنا شهادتنا، رغم انه دفعاتنا كانت محرومه من الامتياز، مع انه كان في نماذج، يعني انا في رايي انه اجمل النماذج بتاع الطلبه اللي قدموا اداء عالي كانوا في دفعتنا، يعني اتكلم عنهم بشكل شخصي، زول زي مجد العاقب عازف كمان، ما في زول عازف زيه كمان في السودان خالص، وقد ما يجي ثاني ذاته، وزي ايناس فرح الفرح عازفه بيانو كانت استاذه يعني طالبه واستاذه في زمان، يعني احساسها في البيانو وكميه من الزملاء اللي كانوا متميزين جدا، ذكرت بس الاثنين على سبيل المثال، يعني انه فيها دفعه متميزه، لكن قضى الله، انا بقول في النهايه ده اصبحت قضاء وقدر، لانه ما شاء الله وكان 14 سنه لغايه ما استلمت شهادتي، بعد ده قلت يا اخي انا ما اتغيمت، انا مش شو يمكن القى لي مساحه اقوم اواصل في دراسه. نحن حنشوف المواصله للدراسه برا والمشي لاستراليا، ونشوف عاصم الطيب قرشي الماشي في شوارع استراليا بالجلابيه، لا والجلابيه اللون اخضر يعني بتحت المتصوفه. رايك شنو لو نسمع اغنيه كده تكون مشحونه بالطين وبالجمال وبحبك للسودان، تقوم تختار لنا شنو؟ انا بفتكر الجريف واللوبيا عمل من الاعمال لا تقل ابدا في سودانويتها وفي احساسها وفي وجدانها عن الطير المهاجر وعن كل الاغنيات العظيمه اللي قدمت تعبر عن السودانويه، واحيي فيها الصادق الياس استاذ الشاعر الصادق الياس، اترحم على واترحم على الاستاذ الجابري،
وبقول للناس اللي بيرثوه في فن وفي إحساس وفي أي شيء إنه الجابري فنان كان بقامة وطن وفنان كبير جدا جدا، وإن شاء الله حتجي الأيام تبعث أعماله من جديد. أجمل ما سمعت فيها وينو ماضي الحلة وين ومين الشالو، وهي كلمات راقية. يا سلام يا بحر حلتنا. فنسمع الجريف واللوبيا. نسمع الجريف واللوبيا، وعاصم أداه بطريقة مختلفة. يعني في البداية كده أدان الإحساس بتاع الجابري، في وسط تمرد حسيت إنه في تمرد حاصل على الموسيقى وعلى اللحن وعلى الأداء الجابري نفسه في طريقة عاصم. ومن ثم من رأى ليس كمن سمع، لذلك دعونا نتابع ومن ثم نقيم.
تشيل الموج ولا بتبارح الفكرة يا بحر في رمالك ذكرى لا بتشيل استخدام العود ولا أجمل من ذلك أبدا، واستخدام الآلة العربية الكلاسيكية بإحساس إفريقي متمرد وزي ما قلنا قبيل العزف بالأصبع مباشرة بدون أي ريشة. أستاذ عاصم، حكاية اختيارك للجابري، الجابري برضو من القامات الفنية المتميزة، وأنا ما درس موسيقى لكن بإحساس المستمع العادي بحس أنه الجابري ما صوت ضخم أو صوت عظيم لكن إحساس عظيم وتوظيف جيد للصوت. صحيح، هو العابد اللي عايز يسلك لازم يمر بمرحلة بتاع التطويع ورياضة عالية جدا، فالجابري قدر طوع صوته تطويع شديد لما تحس بيه، يعني حتى ألحان لأنه هو اللي عمله بتحس بأنه الجابري ده بيطلع في أصوات يعني جواب عالي جدا وبيزل تاني إلى قرار في مساحة بتاعت حرية وطيران وتحليق عالي جدا في صوته، تكنيك أدائي. وغير كده ثقافته ذاتها ثقافة كانت مزجت بين يعني العروبة أو الشرقية في الإحساس، يمكن يقولوا كأن السينما في الزمن ذاك السينما العربية أثرت فيه، غنى أعمال كثيرة في الحس الشرقي ده، اللي الحس الشرقي مليان حنين، الحس الشرقي بشكل مختلف، حنين مختلف، وجاء في زمن ذاته انطلقت فيه الحوار الزنج والعروبة في جدرية الغابة والصحراء في يوم من الأيام، مسألة الهوية، مسألة الهوية، يعني هو عالجها موسيقيا قبل ما نحن نعالجها بشكل، وقدر يخرج بشكل مختلف وجميل جدا يعني. طيب نحن دايرين نشوف الهجرة إلى أستراليا، وطيب صالح كان دايما بيقول لك بلاد تموت من البرد حيتانها، أنت مشيت البلاد دي الباردة جدا لكن عدت بذات الحرارة، وكمان كان في احتفاء كبير جدا من أستراليا، حقيقة نحن بنشكرهم على هذا الاحتفاء، عملوا كتاب فيه أهم 40 شخصية إسلامية على مدى تاريخ أستراليا أثروا هذه الحضارة، الحضارة الأسترالية، ذكروا أستاذ عاصم من ضمن 40 شخصية. نتكلم عن الاحتفاء اللي وجدته، ونتكلم عن التنوع الموجود برضو في أستراليا، وبالتأكيد اكتسبت العديد من التجارب الإنسانية المهمة. شكرا لك. أستراليا طبعا جو قريب من جو السودان مناسبة من ناحية أنه هو جو مداري لكن معتدل طول السنة، يعني ما في السخانة الشديدة وما في البرد الشديد، اللهم إلا في بعض المناطق في برد شديد يعني على كامبرا وجنبها، لكن جو معتدل سميه معتدل. وحقيقة في ظروف كثيرة جدا لعبت في أنه أنا أقدر ألقى نفسي في أستراليا. الكتاب ده اسمه مناسبة قلت ده اسمه أستراليان جيرني مسلم كوميتيز، كتاب موجود أستراليان جيرني مسلم أونلاين موجود حاليا، طلعت وزارة الهجرة سنة 2009، وسبحان الله في الآلة لما رسوا لي رسالة بأنه تم اختيارك من قبل المجلس الموسيقى هناك أستراليا، الموسيقى والفنون عندها كونسل كبير والموسيقى عندها، بيقوموا لما يكونوا مقترحين أي حاجة بيسألوا الناس ديل يعني ناس الوزارة الهجرة بيتعاملوا مع بعض، الأشياء كلها مربوطة لينك يعني في. فأنا كنت ممثل أستراليا في أمريكا في نورث كارولينا في مهرجان اسمه مهرجان الصفارة، كنت بعمل في ماستر في الصفارة ذاتها. فالمهرجان ده أنا جبت فيه الجائزة الأولى في حاجة اسمها الألايد آرت، تصفر وتغني وتعزف وتتعامل مع بعض كده. فلما رسلوا لي رسالة إنه تم اختيارك أو ترشيحك، أنت موافق على إنه تنزل اسمك في الكتاب ده ونائي جدا؟ كمان في استشارة. أيوه. وسبحان الله في نفس السنة دي كان في مشكلة ثقافية سياسية مع بروناي ومع بعض الدول بتاعت شرق آسيا،
انه استراليا بيقولوا في جرائد انه استراليا اتجاهها احادي في علاقتها مع الله ومجتمع المسلمين. فقال لي امشي سوق فرقتك واشتغل بس وتعال راجع واعمل ورك شوب. فرقتي كان فيها واحد يهودي بتاع بيانو، واحد صربي ارثوذكسي، الثلاثه كنا نمثل ثلاثه اديان. وسبحان الله اليهودي كان بيطلب مني دائما ادب القبه بلوح قنديله سبحان الله. والله في الاوبرا في سيدني اوبرا هاوس هو اللي طلبوا، اليهود اللي قاعدين طلبوا فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. في مشكله برضو كان في الايام دي كانه واحد وزير قام اساء للسودانيين، يعني قال السودانيين ما اعرف ما يجوا ثاني. هم قاموا في ناس زعلوا من الكلام ده، اطلع يا عاصم تعال اشتغل في الاوبرا وري انه هل السودانيين اغبياء. فكانت عرض، كان عرض ما عادي. الكتاب لما طلع يمكن السودانيين ما عارف انه هسه طلع فعلا كتاب بيتكلم عن تاريخ المسلمين في استراليا من 1700 وشويه لغايه 2009. فيه انا ومعي حوالي 39 شخصيه ثانيه، هم اختاروا مناطق مختلفه او اختاروا من تخصصات مختلفه، لكن انا كنت في الموسيقى والثقافه عموما. عاصم عندك العديد من خلينا نقول التنقيب او من البحوث والكشوفات في مجال التراث، ده قد يكون مفهوم، لكن الحاجة المدهشة إنك بتنقل التراث، يعني ما بتكتفي فقط بمسألة الكشف، بتنقل بنفس ألسنة الناس الموجودين، يعني نفس ألسنة القبائل المحلية. دي نقطة. النقطة الثانية المهمة شديد، بتجيب عندك توليفات غريبة كده بتعملها، مثلا في القبة يعني جزء حق حاجة الماحي، جزء حق صديق المجتبى تقريبا عبد اللطيف المجتبى، جزء ثاني حقك انت. فحكايه الميكس اللي بتعمله في التراث واحلال وابدال وادخال وتطعيم، لو تكلمنا عنه شويه لو سمحت. شوف، في معظم الاشياء التراث الموجود في السودان او البر، العمل الفلكلوريه او العمل الشعبي بيكون قصير جدا، وفي الغالب القالب بتاع التاليف بتاعه بيكون قالب دائري او قالب مبني على ما يسمى سؤال وجواب، كول ريسبونس. الزول بيغني بعد ذلك في جمهور بيردد، شكل اجتماعي بتاع يعني التعامل مع الدور الاجتماعي للغنى كده، انك تخلي كول اند ريسبونس او زي غنى المديح يشيلوا عصايه دي مثلا الدكره. فانا حاولت اقوم اطور الفكره. انا بفتكر انه السودان ذاته هسه حاليا فكريا هو داير في حلقه، في كسر دائري على مستوى السياسة، على مستوى ايش تلقى برلمان عسكر برلمان او اشياء كثيرة ماشية في دائرية او لافين احنا في حلقة كده. فالصاروخ عشان ينفلت بيحتاج ياخد الدورة دي وياخد يطلع برا. فانا فكرت انه الاعمال دي عندها كم طريقة ممكن تعالج بها. من ضمن الاشياء انه اعمل مقدمات زي بناء اي فكرة او مقال، كده مقال تعمل مقدمة في بودي او جسد الفكرة، بعد ذاك في ختام. فزي كنت بحاول اخلق برواز لبعض النماذج دي اعمل لها مقدمات. في وحدات ما كفيه البرواز بس، داير اعمل كولاج او مزج بين اكثر من اغنيه، اخذ ثلاثة اغاني عندي مثلا ثلاثة اغاني تشبه بعض، هي نقلات منطقيه جدا، انتقل من الجزء ده للجزء ده للجزء ده، فبتقوم الحاجه دي بتطور حتى شكل التفكير، يعني اثرها ما بيكون على الوعي، بيكون اثرها مباشر للاوعي. شكل المنطق بتاع ترتيب الاعمال ده بيخلي اجيال قدام تفكيرها ما يكون تفكير في فكره دائريه، بالعكس ممكن يكون فكره خارج من الدائريه مشت الى شكل اكثر. ودي رساله انا حاولت اشتغلها وممكن اتكلم عنها لقدام في زمان. المزيج والخلط بين اكثر من عمل، ده برضه كان بيعمله مصطفى سيد احمد ربنا يرحمه، اللي هو بشيل من ثلاثة نصوص مختلفه ويمزجها او يكتب ود شاعر يتم، يعني نفس المدرسه الفكريه. نحن حنشوف برضه واحد من نجاحاتك المهمه جدا، وانا لما اقول نجاحاتك هي نجاحات سودانيه اكثر من نجاحات ذاتيه. مشيت النرويج وفي مهرجان مختص بتعدد الثقافات مثلت الجنسيتين، الجنسية الأولى والأم طبعا الجنسية السودانية، وأيضا كنت تحمل الجنسية الأسترالية. وكانت المفاجأة أنه عاصم الطيب قرشي حصل على 83% من الأصوات. 85 نقصتك 2 معلش. ما مشكلة، لكن أي صحيح أنا ما كنت حقيقة ماشي، ولا ما كنت ماشي منافس، ومش ما ماشي منافس، بس عادة لما نجي مشارك مع ناس انا ما جاي استعرض عضلات ولا جاي انافس، جاي اقدم تجربه وجاي اعيش احساس جميل جدا مع الناس. اذا الناس قيموه انه الاول خلاص، ودي واحده ما بقولها لاي فنان، الفنان ما يمشي يخش في منافسه او يخش في صراع بيخسر الشغلانه. انك انت ماشي تقدم تجربتك وماشي تستمتع، انت بعد ذاك متعتك الزايده دي تصل الجمهور بالفيدباك بتاعه في النهايه انك
نجحت. فكان معي اقول اسماء ضروري جدا اقول اسماء لانهم هم كانوا واقفين، محمد زكريا مورتون عازف ترمبت وعازف براس فنان جدا، هو اللي قدم الدعوه مع ناس ميلا اللي هو اسم المهرجان، ناس هولندا جو شهاب شرحبيل وهيثم موسى فنان عازف جيتار وعازف بيز الاثنين مع بعض، وخالد صالح عازف بيز في هناك، وتاني اخونا عازف نرويجي اسمه كينيث. فالمجموعة دي أنا أحييها وهم اللي قادوا النجاح، والسودانيين اللي قاعدين في النرويج بدءا بناس الناس المواطنين القدام وكلهم معاربة على السفارة على كلهم أسهموا إسهام عالي جدا في النجاح، لأنهم يوقفوا قدام المسرح وهم اللي نجزوا عرضوا وأدوا حياة كانت للعرض اللوحة السودانية اشتغلناها كملوا اللوحة حقيقة. أنا أشكرهم حتى الآن يعني، وما ما أنسى أذكر ناس أمريكا في مونتري وأشكرهم في فيرجينيا على كل السبورت اللي قدموه في كل أعمال بنشتغلها، هم دائما يكونوا واقفين مع بعض. عاصم دائما لما تشتغل في الموسيقى بتحاول الانفلات، يعني ما بتحاول التجريب الدائري او التجريب المجرب. هسه نحن برضه دايرين نعمل لك شويه انفلات، يعني الالات كلها بعيده منك، الموسيقى بعيده منك، دايرين في دقيقه كده مديح بصوت عاصم فقط. جدا انا بحب مدحه، هي ما مدحه، هي يعني اغنيه صوفيه لله كتبها الشيخ المكاشفي، بحبها جدا ولها قصة لكن ما حقول قصتها، حقول جزء منها صغير يعني. جل جلاله لالو شريك لالو مثال الله، جل جلاله لالو شريك لالو مثال الله، سماه بناه داحي الأرض أرسى جباله الله، أرسى القطر النبت كساه كالسندس يفوق في جماله الله، جل جلاله لا له شريك لا له مثال الله، أبدأ آدم من صلصال عاش في الدنيا نشر أنسال الله، شرع الباقي قتل يزال ليوم الحشر والزلزال الله، جل جلاله لا له شريك لا له مثال الله. يا سلام عليك، انا اخذت الدقيقه دي في المديح وفي ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه المحور الختامي المهم جدا اللي هي الدكتوراه بتاعت عاصم الطيب قرشي كانت عن تجسير العلاقه ما بين الاسلام والفنون. معروف جدا انه في بعض الاحاديث النبويه يعني ان يمتلئ قيح احدكم ان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير من ان يمتلئ شعرا، وبتلقى حديث اخر يعني اهجهم وروح القدس معك، او مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارفع فإنها تذكرني الدنيا، يعني العديد من المد والجذب في نظرية الإسلام للفنون برضو في دقيقة، يعني معلش ما ممكن نختصر دكتوراه في دقيقة لكن لضيق الزمن. طيب هو بعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد أي آية بنقطع الكلام ده بالمفهوم الكلاسيكي أو بمفهوم مدرسة الأثر، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا الفقهاء في شقين، شق يتبع الأثر يقتفي الأثر ولا يبتعد عنه قيد أنملة، ودي يمكن مدرسة الإمام مالك سموه مدرسة الأثر أو التقليد. شق ثاني اسمون أهل الرأي اللي كانت أبو حنيفة داك مشى والإمام الشافعي جاء على قفا أبو حنيفة، وهناك أحمد بن حنبل، شوفي قوة أحمد بن حنبل في منهجه. والحقيقة إنه الأربعة الناس ديل بيكملوا الظاهرة الدينية، وإنه الاختلاف ذاته أنا قاعد يقوم يخلق تكامل. أنا شو اللي لقيته من خلال البحث؟ إنه الموسيقى اتمنعت في سياقات معينة، والموسيقى المقصودة سياقات معينة، حتى الحديث ما يسمى حديث نافع اللي لما كان سيدنا النبي أيوة ورديفه كان بيسمع في صوت تاع مزمار، فكان بيسأل زي المحارس بيقول له أو تسمع لغاية ما الصوت انتهى. فأنا جزء من تحليلاتي انه صوت الراعي ده وهو راعي في الخلا بصفارته دي بمزماره ده متاكد انه نشاز بالليل الاشكال بيعملها ما عندها اي معنى. وانا بفتكر انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على درجه من الشفافيه والحس الراقي جدا جدا في تاثره بالصوت وبالريحه وبكل الاشياء الحسيه، يعني مستقبلاته عاليه جدا وحساسيته عاليه جدا جدا. باكد ليه الكلام ده؟ انه مثلا يعني لما يقول يا ايها الرسل
كل طيبا وعمل صالحا. ما معقول يكون سيدنا داود صاحب ما بيعمل في حاجة خبيثة، ولا معقول انه يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يجي سيدنا ابو بكر عليه السلام رضي الله عنه، يجي خاشي ويلقى ناس بيتغنوا في غرفه مثلا السيده عائشه، سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر قام قال له مزمور الشيطان في بيت رسول الله، فقام قال له دعهم فاليوم عيد. معناه في سياق او في وضع معين ممكن تكون فيه. وقصه سيدنا عمر مع الجاريه، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع السيده عائشه على كتفه وهو يرى الجاريه ترقص والسبيه يشاهدون، وجاء سيدنا في نفس الوقت عمر بن الخطاب زجر الجاريه، والنبي تبسم شياطين الانس والجن يهابونك يا عمر. فبتلقى انه زي ما انت قلت لكل بسف الحديث ده قال عنه العقاد كلام جميل جدا والتوفيق الحكيم تقريبا العقاد، ايوه قام قال مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر الخطاب في الحديث ده بالذات او في الواقعه دي، قال مثل الانسان العظيم والرجل العظيم، سيدنا محمد الانسان العظيم وسيدنا عمر الرجل العظيم. فقال الانسان العظيم يعرف دروبا للحق كثيره يعني كده، وسيدنا عمر بن الخطاب كان يعرف دربا واحد للحق. فاقدر اقول باختصار انه السياق بيختلف زي اللسان ده، اللسان ده انا بوظفه حسب ما يقضيه الحال، أسيء به ولا أذكر به الله، باعتبار أعلى قيمة هي ذكر الله سبحانه وتعالى، وأسوأ لسان حاجة ممكن لسانه أنه يسب أحد. فالموسيقى زي ما أرجع لكلام أبو يزيد البسطامي، إشارات ومخاطبات من أخذها بإيمان تحقق ومن أخذها بكفر تزندق، وكلام ده بقول لغاية بكرة. لكن كلامك ده بتاع السياق تخيل لي يعني أجملت وكنت بليغ جدا في الدكتوراه أكيد، وأنا بتمنى إن شاء الله ألتقيك في مساحة تانية فقط نتكلم عن علاقة الإسلام بالفنون كلها، التشكيل والموسيقى والشعر وغيرها. عاصم يا أخي شكرا جزيلا لك ونورتنا جدا، وحقيقة أنا كنت مستمتعة يعني رغم مشقة التسجيل على مدى أكثر من ممكن تكون 7 ساعات للعديد من الظروف، إلا أنه كان مدهش جدا وأخذتنا بموسيقاك إلى عوالم مختلفة. نحن حنختتم بأغنية تقريبا من التراث، هي مناحة تقريبا، هي أغنية ألفتها ذولة اسمها مرضية، هي حبوبتنا وغنتها في فرسان ديال المجاديب اللي رحلوا من الدامر في زمن مبكر ومشوا استقروا في نيل أزرق واختلطوا بالعبد الله هناك والكراماتير. للأسادة المشاهدين وإن شاء الله تستمتعوا بها، وشكرا جزيلا لمتابعتكم لهذه الحلقة، وإن شاء الله نلاقيكم على خير في حلقات قادمة. شكرا لك يا عاصم، إن شاء الله. الله يديك العافية، الله يسلمك، الله يكرمك، يا مرحبا.
سما ورزم ده بقلب القصر الما بيدخلوا الهم هو يا عيال هو يا عيال بتبسم بغني للهمين وغني للكريم وغني للرزيل أزيل سيف وسليم أزيل سيف وسليم يغنوا للهميم يغنوا للكريم يغنوا للرزيل زين وسيف وسليم